السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي لكم عن أهم النصائح للعيش بتركيا. اللي يرغب بالعيش بتركيا رح نعطيه نصائح مهمة. طبعا احنا كلنا نعرف انه تركيا من افضل المدن من ناحية التطور المتنامل بيها والاقتصاد الجيد، بالإضافة الى اهتمام الحكومة التركية بالحفاظ على حقوق الأجنبي وعدم التعامل بعنصرية معه. يعني الأجنبي بمعنى انه الشخص المغترب اللي جاي بتركيا يسموه أجنبي، مو معناته انه أجنبي الجنسية. المهم إضافة الى نحن نعطيكم اكو بعض النصائح للعيش بتركيا، لازم بس راح نعطيكم اساسيات النصائح هاي، وهي كيفيه العيش بتركيا، واهم خطوه تسويها هو التقدم على اقامه. تقدم على اقامه تريد يعني هنا بالاقامه، تقدم على اقامه. احنا نعرف انه اكو اقامه بس سياحيه، والاكثريه يقولون اكو اقامه سياحيه. الاكثريه اكو اربع انواع قائم، وهي اقامه طلاب، واقامه عمل، واقامه عقاريه، وبالاخير اقامه سياحيه. هسه راح نحكي لكم عن اقامه الطلاب. اقامه الطلاب يعني اللي يكون الشخص عنده دراسة، طالب جامعة أو مدرسة أو كلية، يكون تقديم عليها سهل كلش، بس مجرد يسجل بمدرسة أو جامعة أو معهد ويتحصل الإقامة طلاب للدراسة. أما إقامة العمل، إقامة العمل تعد هاي من أفضل أنواع الإقامات من بعد الإقامة العقارية، لأنه هاي إقامة العمل اللي حصل عليها يتأهل إنه يأخذ الجنسية هو وعائلته، يتجنسون بعد فترة زمنية معينة. أما الإقامة العقارية، فالإقامة العقارية مجرد أنت تشتري عقار راح تتأهل أنه تأخذ الجنسية خلال 5 سنوات فقط، ويحق لك أنه تقدم على الجنسية وتحصلها أنت وعائلتك. بالإضافة إلى إذا اشتريت عقار بقيمة 250 ألف دولار راح تحصل الجنسية بمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو 2.5 شهر تقريبا، تحصل الجنسية أنت وعائلتك. بس لازم تشتري عقار بقيمة 250 ألف دولار، عقار واحد أو عدة عقارات، المهم يعني المبلغ 250 ألف دولار. وبالنهاية الإقامة السياحية، الإقامة السياحية يعني هاي إقامة مدتها تكون من سنة إلى سنتين وتتجدد، كل سنة تقدر تجددها. هاي الإقامة اللي يحب يطلع على تركيا أكثر ويبحث عن فرص الاستثمار اللي بتركيا، حتى من خلالها يقدر يحصل على الجنسية. يعني إقامة سياحية هاي الكل يعرف بيها، إقامة مدتها من سنة أو سنتين وتتجدد كل سنة أو سنتين. وإن شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو. اللي عجبه هذا الفيديو خلي لايك على الفيديو وسووا مشاركة حتى يوصلكم كل جديد. واللي عنده سؤال، أي سؤال عن النصائح التركية، خلوه بالتعليقات وإن شاء الله راح نجاوب عليه بأقرب وقت ممكن. سلام.